الحياة تاهوا فيها ناس وطرق تبان مفروشة وارد وتنتهي بألم وضيق، لكن الطريق للفرحة وطريق الخلاص عند المسيح. أصل المسيح هو الحياة غلابة وظروفنا ماشية ضدنا. غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا. غلابة قلابة الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم يسع الرب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا ساعدوني ومجدي يسوع علوا سندوني وبإيدين بتشجع. كانوا طلباتي استجابة. أعزائي المشاهدين في كل مكان، برحب بيكم في حلقة جديدة دايما وحلقات متميزة مع حضراتكم في برنامجنا يا رب ارحم كيرالاسون. كل سنة وحضراتكم جميعا بخير وسلام وطيبين في العالم كله بمناسبة صوم نينوى، صوم يونان، صوم يونان. وزي ما عارفين قصة يونان لما الرب طلب منه ان يروح يكون بيبشر لأهل نينوى، لكن يونان عاص ربنا وراح لترشيش، ما سمعش كلام ربنا وافتكر اللي هو هرب من وجه ربنا وهرب منه وراح ترشيش. وأثناء سكته في ترشيش ما وصلش الترشيش، لكن وهو في السكة حصل هيجان جامد قوي، اترمى في البحر، لكن ربنا ليه كل المجد، ما سابش نينوى يعوم أو يغرق في البحار، لكن بعت له حوت علشان يكون يبتلعه، وفعلا ابتلعه لكن ما كلهوش. دي حاجة يعني عجيبة وغريبة، إزاي الحوت ده ما بيصدق يفترس واحد يكون بيأكله؟ لكن من حكمة ربنا والكتاب كده بيقول أدبا يؤدبني الرب وإلى الموت لم يسلمنا. حقيقي الرب بيأدبنا لكن للموت لم يسلمنا، لكن بعت له الحوت ده عشان يكون منقذ ليه في البحر، وقعد في جوف الحوت 3 أيام. تخيلوا واحد قاعد في بطن الحوت 3 أيام يبقى شكله عامل إزاي. عشان كده احنا بنحتفل بصوم يونان الوقت دوت، الوقت المقدس، الوقت الجميل اللي كلنا لازم نكون بنصوم فيه، مش مثلا صوم بس عن الـ الاكل والشرب، لكن صوم عن اخطاء كتيره ممكن نكون بنقع فيها واحنا مش دريانين بيها. يمكن الاخطاء اللي احنا بنقع فيها بنقول او ربنا بيسهلها وربنا بينجينا، لكن اوقات كتيره قوي الانسان بيختار لنفسه اختيارات غلط، لكن ربنا بيجيبنا من الناحية التانية وعايز يكون بيقوينا وبيساعدنا وبيشددنا وبيقوينا عشان نترفع أكتر وأكتر في وسط التجارب، في وسط الضيقات، في وسط المشاكل. عشان كده برنامجنا يا رب ارحم مليان مشاكل، صح؟
بنسمع مشاكل كتير من كل الناس، ناس كتيرة بتدخل معانا سواء بالصوت أو بالصوت وصورة، بنبقى بنوري حضراتكم على الطبيعة في الواقع في الحياة اللي احنا عايشينها قد ايه مشاكل كتيرة الناس بتعاني منها، ويمكن المشاكل تكون مختلفة، مش كل مشكلة زي بعضيها، قضايا كتير بنناقشها، قضايا كتير جدا بنطرحها على حضراتكم، وحضراتكم بتشوفوا الواقع المرير اللي ممكن ناس كتير قوي بتبقى عايشة فيه شكلها عامل ازاي. ففي وسط التجربة بتاعت يونان لما الله بعت له الحوض واتلعوا ولم يأكلوا، دي كانت معجزة، معجزة حقيقية. الرب أراد يعمل كده عشان يعلم يونان حاجة، انت ما سمعتش كلامي في الأول، لأ انت لازم تتأدب عشان تسمع كلامي. الله عايزنا دايما نمشي تبع خطته هو، تبع مشيئته هو، مش عايزنا نمشي في دايرة الحياة ودايرة مباهج الحياة، عايزين تحت قيادته هو. الله عايزك النهاردة تكون تحتي هو، تحت مشيئته، تقول له كده لتكن إرادتك ولتكن مشيئتك يا رب، وما يحسن في عينيك أنت تفعل به. أينما كنت، أينما توجد الآن وانت بتتفرج على الحلقة دي، ربنا عايز يكون بيوصل لك حاجة أو بيقول لك حاجة. ربنا عايزك تبع مشيئته. لو ربنا أمرك بشيء أعمله من فضلك، أعمله من فضلك. لا سيما إن الناس المؤمنين اللي بتسمع صوت ربنا أكتر وأكتر، اللي عايشة في حلاوة الروح كتابنا المقدس، حلاوة روح ربنا وتحت إرشاده وتحت ملكوته. الله عايز يكون بيقويك، بيسندك في أمور حياتك كلها، بس اسمع لصوته الحلو. الله عايزك تكون بتقوم مرة تانية وتنفض كل غبار على حياتك، وتنفض كل تراب إبليس حب يعفرك بيه، ويحب يكون بيسد ودانك عشان ما تسمعش كلمة ربنا. أرفض سماع صوت إبليس، أرفض أرفض أرفض. قل له إبليس ابعد بقى، كفاية 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 انهيار لحياتي، كفاية بعد عن ربنا، كفاية شوشرة على حياتي، انت خربتها، انت جبت دولافها، كفاية. انا عايز اكون بعيش لك انت بس يا رب في الوقت الجاي. ارفض اي صوت من إبليس بيحاول يكون بيوقعك وبينزلك لتحت وبيهاجمك. ارفض ارفض مباهج الحياة او شوشرة إبليس اللي مالية الحياة والكون كله، عايز يوقعك في الخطية. ارفض ارفض ارفض. ربنا بيقول لك روح بشر في الحتة الفلانية، بشر، روح اكرز اكرز. الله اوجد قناة الطريق عشان تكون رؤية جوه واحد، كل واحد فينا ورؤية جوانا عشان نكون بنبشر بكلمة المسيح. الله موجود في قناة الطريق وهيكمل باقي المشوار معانا لرسالته هو ولمحبته هو. اعمل كده وقول انا بتمسك بيك يا رب لاني ماليش حد غيرك. الاخوه باعوني وبهدلوني، ويمكن لو حضراتكم افتكرنا او اتذكرنا قصه يوسف لما اخواته باعوه، رموه في البير، رموه في البير بس علشان كانوا غيرانين منه، غيرانين منه بس، وقعوا في البير، وابتدى يكون بيعلي صوته حد ينقذه، انقذوني ليه عملتوا فيا كده. لكن الله كان قاصد بكل شر حصل ليوسف الى كل خير حصل ليوسف. عايزين احنا بنفتكر النهارده كده مع القصص الجميله دي، القصص الحقيقيه الواقعيه اللي ابائنا عايشوا فيها، وناس عايشة في اختبارات كتيرة من هذا النوع، ازاي نكون بنتمسك بربنا اكتر وبنتعلق بيه اكتر واكتر. تعالوا نقرأ مع بعض من سفر اشعيا الاصحاح 30 من عدد 18، من عدد 18.
بيقول كده: ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق، طوبى لجميع منتظريه. ولذلك ينتظر الرب ليتراءف عليكم، ولذلك يقوم ليرحمكم، لأن الرب إله حق، طوبى لجميع منتظرين. يا رب احنا منتظرينك، إلهنا إله حق وإله سلام وإله نعمة وإله قوة، ولا يعثر عليه أي أمر. احنا منتظرينك يا رب النهاردة في وسط المشاكل ومباهج الحياة ومباهج وشهوات العالم، احنا منتظرينك. في كل مشكلة هنكون بنعرضها مع حضراتكم اليوم في حلقة برنامج يا رب ارحم، هنكون كده بنشاهدها في حاجات حلوة قوي ربنا عملها، وفي أيضا حالات محتاجين نقف جنبيها ونسندها. من خلال برنامجنا يا رب ارحم بنقدر نكون بنوصل لناس ملهاش حد، ناس عايشة في غربة. احنا فعلا كلنا غرباء في الحياة، وزي ما احنا بنسمع على طول كده، فعلا احنا في غربة، والدنيا اللي احنا عايشين فيها قلابة، يعني يوم لينا ويوم علينا، يعني مش واقفة على حال مستمر. النهاردة حلو قوي قوي قوي، بكرة يوم اسود، والناس كده بتعتبر الايام الوحشة اللي بتمر بيها ايام سودة. لكن عايزين من خلال برنامج يا رب ارحم دايما نكون متفائلين. انت بتتفرج على البرنامج عشان تكون متفائل، مش عشان بتسمع المشاكل وتقول لا حول ولا قوة الا بالله، ويقعدوا يتكلموا كلام سلبي. وفي ناس كده بتقول يا عين يا حرام، لكن انت وانت بتتفرج كده ربنا عايزك تكون بتتفرج او بتشاهد حلقات برنامج يا رب ارحم عشان يكون عندك الرحمة الحقيقية بانك تكون بتقدم وتساعد، مش عشان تضرب كف على كف وتقول ربنا يرحم. ما ربنا هيرحم، بس هيرحم من خلالك. ربنا هيكون بيسكب سكيب الرحمة الحقيقية اللي موجودة في داخلك. امتى بقى نقول كده؟ عايزين نفك كل ستار إبليس بيحاول يكون بيحاوطنا بيه، وكل نيران إبليس بيحاول يكون بيحاوطنا بيها. يا رب فك ده كله، خلينا دايما عندنا رحمة وعندنا حب للآخرين. قدم السبت هتلاقي الحد، ارحم ارحم إخواتك هتلاقي الرحمة متجهة ليك على طول. ارحم إخواتك هتلاقي ربنا في وقت ضيقتك، وقت مشكلتك، وقت حزنك، ربنا بيبعت خبز ويا الغراب، بيبعت الحل من عنده هو، لأنك أنت زرعت في الأول. ما تقولش لما ربنا يفرجها أنا هزرع، لا بالعكس، ده أنت تزرع عشان ربنا يفرجها عليك. أنت تحط الأول عشان ربنا يجيب لك الثمر. استحالة لو أنت ما حطيتش زرعة كده ونبتها وحطيت فيها بزار، استحالة هتجيب لك ثمر، استحالة هتجيب لك ثمر. لكن لو انت حطيت فيها بذر عشان يطلع هيجيب لك ثمر. ما انت حطيت، ما انت زرعت، يعني انت اللي ابتديت بالحب والبركة، انت اللي ابتديت بالزرعة، بالبذار اللي هتنبت وهتبقى ثمار كتيرة وهتضلل عليك اكتر واكتر. فانت بتبني زرعة، والزرعة دي مش هتبقى زرعة بكرة وبعد، دي هتبقى شجرة كبيرة مالية حياتك بالخير والبركات. خير ورحمة يتبعينك كل أيام حياتك. يعني الخير اللي انت هتكون بتزرعه النهاردة والبركة اللي هتكون بتزرعها النهاردة من حب ربنا ومن محبة ربنا ليك ولإخواتك، هتكون شايفها بكرة شجرة كبيرة مليانة ثمار، والثمار دي هتكون بتظلل عليك وهتكون بترويك وهتكون بتاكل منها، تأكل منها أكلا، هتاكل منها، لأنك أنت اللي تعبت وأنت اللي ضحيت بوقتك ومحبتك ومجهودك وسندتك وجيبك السخي وإيمانك وتمسكك بربنا، هتخلي كل دوت الثمار الجميلة هتكون بتشبعك كل الأيام حياتك اللي جاية. خير ورحمة يتبعينك كل أيام حياتك. احنا منتظرين ربنا، كلنا منتظرين ربنا في برنامج يا رب ارحم، منتظرين ربنا وايديه السخيه الجميله في برنامج يا رب ارحم وفي قناه الطريق، كلنا بما فيهم انا.
وبما فيهم كل اللي صف اللي بيشتغل مستنين ايد ربنا. ايد ربنا دايما سخيه وعطاءه لاولاده، لكل من يطلبه او يساله بحسب اسمه. هيكون ليك، اطلب ربنا كده، اطلبوا كل ما تطلبونه بايمان يكون ليكم. يعني كل شيء في حياتكم هتكونوا بتطلبوه بالايمان اللي جواكم وبالثقه العمياء اللي ما فيهاش تردد، اللي ما فيهاش تذبذب، ما فيهاش فيوي، لا ممكن ما يكونش فيه، دي عدم الثقه. لكن الثقه الاكيده انت بتطلب، اطلب من ابوك، لان ده ابوك، ده ابوك. عارفين لما الطفل الصغير كده لما بيجي بيشد بابا من البنطلون بتاعه، بابا بابا او دادي دادي عايز اكون بشتري الحاجه الفلانيه، عايز، واثق ان بابا عشان بيحبه هيجيبها له، واثق ان الولد او البنت في عيد الميلاد ان بابا ومامته هيجيبوا له هديه حلوه وهيعملوا له عيد ميلاد كويس، واثق. فانت خليك زي الطفل الصغير اللي واثق دايما في ابوه، اللي مش هيسيبه ابدا، ماسك وشد كده في ايد ربنا وتشد فيه وتقول له انا بتمسك بيك لاخر يوم في عمري، انا متمسك بيك، هتمسك فيك لان مفيش حد غيرك في الدنيا دي يقدر يكون بيلبي طلباتي واحلامي غيرك انت. الله بيسكب روحه لكل الناس والجميع منتظرينه، بيسكب روحه، يعني دموعك مش هتروح على الفاضي، تمسكك فيه مش هيروح على الفاضي، محبتك لربنا قوي مش هتروح على الفاضي. تأكد تماما ان ربنا دايما ليه وقت، في وقته يسرع به، انت متمسك بيك. طب يا رب انا انتظرتك من اسبوع ما جيتش، من شهر ما جيتش، من شهرين ما جيتش، من سنة فاتت ما جيتش. دايما الله دايما بيجي في الهزيع الرابع، ما تلومش ربنا من الاول. الهزيع الاول، الهزيع الاول جه يا رب وما فيش فايده، انا طلبتك كتير. الهزيع التاني جه ويا رب ده انا بتمسك بيك للنهايه وما فيش فايده، مش عايز تكون بتستجيب لي. الهزيع التالت جه خلاص انا فقدت الامل. الهزيع الرابع جه في بنيان وفي استجابه حقيقيه. الله دايما بيجي في الهزيع الرابع، اتمسك بالرب للنهايه، ما تفشلش، ما تيأس، لأن اليأس دايما بيكون من إبليس. إبليس عايزنا تحت دايما في الانحدار، وعايزنا تحت 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 تحت، لكن قل له أنا بتمسك بيك، لكن أنت الملك على حياتي وأنت القوة لحياتي، أنت مصدر شبعي فيك، أنت مصدر قوتي، أنت مصدر سعادتي، ابتسامتي، أنت كل حاجة. وبقول لكل إخواتنا الإخوة الرب اللي محتاجين في كل مكان، ركز بس عيونك على ربنا مش على بشر. يمكن برنامج رب ارحم هو أصبح باب مفتوح لناس كثيرة جدا، بيخبطوا عليه وبيخبطوا عليه عشان واثقين إن في أمل فيه، واثقين في رجاء. عندك إيمان ورجاء هتكون بتاخد من برنامج رب ارحم، مع كل الناس اللي بتشاهدنا، مع كل الناس اللي حاطه اكتافها مع اكتافنا، الله يحركهم ويحرك الميه اللي فيهم اللي جواهم عشان يكونوا بيساهموا وبيساعدوا، بيحرك قلوبهم عشان يكونوا بيثمروا وبيستثمروا في المكان الصح. هو برنامج عمل الخير والرحمه، مش وقت بنقضيه لمدة ساعتين وبيخلص وبينتهي، لا، البرنامج ده مزروع جوه حياتنا، خليه يتزرع جواك يوم بعد يوم، مش مجرد انت وقتي دلوقتي والناس اللي بتبحث على البرنامج وتسمع عنه يمين وشمال، وبرنامج يا رب ارحم، والناس اللي بتزعل لما بيكونش موجود، والناس اللي بتتقهر لما بيكونش موجود. لكن انت ركز على عيونك دايما، بعيونك على ربنا. برنامج رب ارحم هيكمل معاكم، هيكمل معاكم للنهاية، لكن دايما ثقتك ومحبتك لربنا وإيمانك بيه هتاخد 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 أحلامك. لكن لو انت فقدت الثقة، سامحني لو أقولك مش هتقدر تاخد حاجة، لأنك شكيت، والشك دوت
حاجة صعبة جدا في حياة الإنسان. الشك فيه أنواع كثيرة قوي، فيه اللي احنا أوقات بنشك في ربنا، أوقات بنشك في بعضنا البعض، أوقات الزوج بيشك في زوجته، أوقات الزوجة بتشك في جوزها، أوقات العيلة كلها بيشك في بعضيهم. مفيش زرع المحبة الغامرة الوفيرة جواهم، مفيش. والشك، إلا الشك تجاه ربنا، إلا الشك تجاه ربنا. اوعى تشك زي ما توما شك وقال له طب ممكن ألمسك؟ ألمسك. قال له تعالى تعالى سلم عليا. اوعى تكون بتشك في ربنا، ربنا إله موجود، إله موجود، لامسينه في حياتنا وهو أول حياتنا. وأي شيء بيحصل في حياتك مش بالصدفة، لكن دي قطة ربنا ليك، كيف تمشي تحت مشيئة ربنا وتحت خطة ربنا، في خطة ربنا كده. ما تلومش ربنا ليه عمل كده فيك أو ليه حصلت التجربة دي ليك، لكن دايما تكون بتشكر ربنا على المرة قبل الحلوة في حياتك. كل شيء تحت مشيئة ربنا، نحن منتظرينه. انتظر الرب، هو اللي هيكون بيترأف عليك، هو اللي هيكون بينجدك من حالتك السيئة، حالتك اللي ملهاش حل، مشكلتك اللي يوم بعد يوم بتزيد عقد، هو اللي يقدر يكون بينقذك منها وبيحلها لك. طيب معانا الهوا جاهز، هنكون بناخده. تعالوا نطلع بالفاصل اللي جاي، بعد كده هندخل على الهوا على طول. اتمنى من كل قلبي مع كل مشاهدينا الكرام في كل مكان، خلوا اذانكم دايما مفتوحه معانا في برنامج يا رب ارحم. مش بس اذانكم، ممكن نكون بنسمع حلو قوي لكن لسه ما زال قلبنا مقفول بالضبه والمفتاح. لكن احنا عايزين النهارده نفتح عيوننا ونفتح أذهاننا وأيضا نفتح قلوبنا عشان نقدر نكون بنساعد إخواتنا في كل مكان اللي بنحبهم واللي دايما بنخاف عليهم. حب أخوك، اتمنى له الخير، هتلاقي الخير في حياتك. هتتمنى له شر، هتلاقي الشر هو اللي بيعود لحياتك. فانت حب أخوك وابتدي معاه بطريقة جميلة وبطريقة عملية مليانة حب وسلام ورحمة، هتلاقي دايما حياتك مترجمة أو ربنا عطالك الحب والبركة والجود والخير والرحمة في حياتك. عايزين على طول دايما يكون عينينا على ربنا وكيف نفعل بهؤلاء الأناس اللي بيطلعوا معانا في برنامج يا رب ارحم مليانين هموم ومشاكل. تعالى مع الفاصل اللي جاي وبعد كده هنكون نرجع لكم مرة تانية وناخد الهواء معنا. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صائر رب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يسوع علوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. ورجع
رجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا الفاصل. تعالوا مع بعض نجري وناخد الهواء مع بعضنا ونشوف حالة الأسرة أو الشخص اللي معانا حالته إيه بالظبط وابتدت معايا الحكاية بتاعته من فين وصلت لغاية فين. ألو قناة الطريق يا رب ارحم. ألو 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 مساء الخير. مساء النور يا فندم. أهلا بحضرتك. أنا اسمي عبد المسيح تدرس عبد المسيح. اهلا بيك يا عم عبد المسيح. ازيك يا اخويا الغالي عامل ايه؟ الحمد لله نشكر ربنا. الحمد لله دايما يا رب خير وبركه على حياتك. تعيش يا اختي. طيب عايزين نتعرف عليك اكتر عبد المسيح، ايه مشكلتك وابتدت معاك ازاي ووصلت معاك لغايه فين حتى الان؟ انا من شهرين الحقيقه كان عندي القلب بيوجعني، رحت مستشفى القلب راحوا قالوا لي ايه تعمل قسطرة على القلب. عملت قسطرة وبعدين عملوا لي ركبوا لي 4 دعامات في الشرايين. طلعت من الموضوع دوت، بعدها بيومين ثلاثة بصيت لقيت المعدة عندي وجعاني هتموتني، ما بنامش الليل وما باكلش. رحت المستشفى قالوا لازم تعمل عملية، المعدة مسدودة عندك واحتمال يكون في سرطان. يا يسوع. رحت المستشفى عملوا لي العملية فتحوا ما لقوش فيه سرطان. نشكر المسيح. قلت نشكر ربنا الحمد لله وانا بتبرز من بطني. بعد كده بعدها باسبوع بصيت لقيت الميه ما بتنزلش كل شويه عايزه تتصير. رحت عملت تحليل طلع ان في فشل كلوي. رحت مستشفى معهد ناصر قال لي تتحجز وتغسل كليه النهارده اليوم. قلت له يا دكتور انا شاكك في التحليل ده، ممكن اعمل تحليل تاني؟ قال لي براحتك. رحت عملت تحليل تاني طلع ما فيش حاجه. عمل الدكتور قال لي الكليه بتاعت ابوك احسن من الكليه بتاعتي. راح عمل لي تحليل، قال له نعمل له تحليل تالت نشوف ايه الموضوع. عملنا تحليل تالت طلع ان الحمد لله فيش كلام، ما فيش فشل كلوي. عمل لي إشاعة على الكلية طلع ما فيش كلوي. قال لي طب أمال المية دي ما بتنزلش كلها ليه؟ عملوا لي إشاعة طلع فيه حصو على الكلية. ولسه عايز أعمل تفتيت حصوة وأشوف هعملها إزاي. يعني دلوقتي طلع عندك حصوة في الكلى. نعم. عندك حصوة في الكلى مظبوط. يعني محتاج تكون بتعمل كلها وكل شويه عايز تصير، وممكن لو ما لحقتش نفسي اتصير على نفسي. الف سلامه عليك يا عبد المسيح. احنا واثقين ان ايد ربنا قويه وممدوده معاك، وانت النهارده معانا في برنامج يا رب ارحم بتكلم ناس كتيره قوي بتسمعك، ويا رب يا رب يا رب يكون في امل ومحبه حقيقيه تجاه كل الاحبه اللي بيشاهدونا، والمحبه دي نبعها يسوع ان هم يكونوا واقفين معاك. يعني انت محتاج تعمل عمليه اخويا عبد المسيح مظبوط؟ تفتيت حصوه. تفتيت حصوه يعني محتاج دكتور. دكتور ايه؟ هنشوف ربنا يدبرها. الحمد لله ربنا عمل معايا معجزتين، اول واحده سرطان، ما فيش سرطان، تاني واحد فشل كلوي. نعم. تاني معجزه ربنا عملها معاك ان ما فيش فشل كلوي. معجزتين والفشل الكلوي. نشكر ربنا ان ربنا نجيك من السرطان ونجيك من الفشل الكلوي. انت لازم تكون بتسكت تشكر ربنا ليل ونهار، تقعد كده بس تقعد بس قدام ربنا كده وتشكره، لان هو ايده اللي بتنجينا من كل الاخطار وبكل المصايب ومن كل الامراض المزمنه والامراض الصعبه اللي ممكن تكون بتدخل لاجسامنا، الله بيحمينا منها. يعني انت محتاج حد يكون بيساعدك علشان تكون بتعمل عمليه تفتيت الحصوه اللي عندك. واروح في شهر 5. هل انت عندك اعاقة معينة يا عم عبد المسيح؟ واروح في شهر 5 اعمل عملية عشان انا بتبرز من بطني.
بتعمل ايه من بطنك؟ ازاي؟ بتبرز من بطنك. ازاي؟ الراس بينزل من بطنك. ازاي؟ احكي لنا كده بالراحة. عملوا لي فتحة في بطني وفي كيس بيتملي بفضل. البراز بينزل من بطني. لا صعبة قوي، صعبة قوي يا عبد المسيح اللي انت بتقوله دوت. هي فعلا شيء صعب جدا اللي احنا نكون بنسمع الكلام ده، لكن مع كل مشاهدينا قدامكم حالة عبد المسيح، اتمنى من كل قلبي ان احنا كلنا نتكاتف مع بعض عشان نقدر نكون بنعمل له عملية تفتيت الحصوة. وكمان يعني انا شوية مستغربة قوي الامر ده، ان يكون البراز طالع من البطن، يعني شيء مذهل جدا وشيء صعب جدا. الحمد لله لجيب ربنا. الحمد لله. انا كنت بس اتفضل. كنت مستني انا فيسبوك اربع عجلات عشان تاخدني من البيت اروح بيها كنيسة قصر دبارة في التحرير، واروح بيها كنيسة الاسيس تلميذ في بدران، واروح بيها الكنيسة يعني. لان انا رجلي الشمال بنقلها بالعافية بصعوبة شديدة، لازم حد يرفعها لي. يعني انت محتاج كرسي متحرك عبد المسيح؟ لا، فيسبا باربع عجلات. فيسبا باربع عجلات عشان اروح تحت كنيسة قصر الدبورة. واروح بيها يعني موتوسيكل، يعني موتوسيكل باربع عجلات. هي اسمها فيسبا باربع عجلات. فيسبا باربع عجلات، يعني في حدود كام الفيسبا ديت يا عم عبد المسيح؟ نعم، في حدود كام؟ هي في حدود 8600 حاجه زي كده. هي في شارع الجمهوريه في العتبه. يعني اللي حابب يكون بيتواصل معانا وحابب يكون بيجيبها، صح كده؟ ربنا يدبرها، ربنا يدبرها من عنده. أنا وضعت الأمر ده قدام ربنا وربنا يدبرها. تمام يا عبد المسيح. طيب هنخرج بالفاصل دلوقتي وانت معانا عشان نكمل باقي حوارنا مع بعضينا، وبعد كده هنرجع معاك تاني ونكمل. ويا رب يا رب أثناء الفاصل نكون سمعنا أخبار كويسة لعبد المسيح، ويا رب يا رب ربنا يبعت لك يا عبد المسيح بجد الفيسبا دي بأربع عجلات. يعني انت قلت في حدود 8600، مش بعيدة عن ربنا أبدا. اللي عمل في الوقت الماضي هو اللي قادر يكون بيعمل في الوقت الحاضر وأيضا المستقبل. اللي أسعد ناس كثيرة قوي وربنا بعت لهم كراسي متحركة بالكهرباء وكراسي عادية لإخواتنا المعوقين، لإخواتنا اللي فعلا افتقدوا أو فقدوا جزء أجزاء من أعضاء أجسادهم، وربنا بعت لهم أجهزة تعويضية لا يعثر عليه أبدا إنه في لحظة يكون بيبعت لك الفيسبا أو الموتوسيكل اللي بتقول عليه أبو 8600 جنيه. زي ما أنت قلت موجود في العتبة، لكل إخواتنا المشاهدين لو حابين تنزلوا تجيبوه بنفسكم، أمين، اعملوا كده علشان يقدر يروح بالكنيسة. هو عايز يكون بيحضر اجتماعات، وزي ما قال لنا عايز يروح اجتماعين يحضرهم، ومش قادر يمشي على رجله بسبب المرض اللي عنده. كم واحد فينا هيقدر يكون بيعمل كده؟ تعالوا نطلع بالفاصل اللي جاي وهنرجع لكم بعد الفاصل. يا رب نكون بنسمع أخبار كويسة لعبد المسيح وربنا يتمم ليه الشفاء، وهنكمل حوارنا معاه بعد الفاصل. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة
الدنيا غربة معتنا قلابة غلابة وظروفنا ماشية ضدنا غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة وعدوني اخواتي وما تخلوا ساعدوني ومجدي يسوع سندوني وبإيدين بتشجع كانوا طلباتي استجابة ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد ما سمعنا مع الفاصل وقصة عبد المسيح اللي معانا دلوقتي على الهواء وهو بيحكي كده حكايته يمكن هرجعها لكم بسرعة بسرعة لكل الناس اللي لسه داخلين معانا دلوقتي على برنامجنا يا رب أرحم. بيقول كده عبد المسيح يا ريت نجيب برضو سيرته معانا من غير ما يكون بيتكلم. قال كده هو عبد المسيح اللي هو مر بمرض كتير قوي في 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 اعضاء جسده وراح عمل اشعاعات وفحوصات افتكروا ان هو عنده سرطان. نشكر ربنا عمل تحاليل ما لقاش عنده اي سرطان. قالوا لازم تكون بتعمل تحاليل تانية لانه ما كانش قادر يكون بيدخل الحمام صح. ممكن يكون عنده فشل كلوي. ابتدى يعمل تحاليل نشكر ربنا ربنا انقذه برضو من الفشل الكلوي. ابتدى يعمل تحليل تاني قالوا له في حصوة في الكلى. في حصوة لازم نفتتها موجودة في الكلى. كل امل وحلم عند المسيح معانا انه يكون بيعمل عملية تفتيت الحصوة وكمان عايز زي فيسبا او موتوسيكل اربع عجلات عشان يقدر يكون بيروح بيه الكنيسة. ورجعنا لك مرة تانية عبد المسيح معاك وعلى الهواء مباشرة في برنامجنا يا رب ارحم كيراليسو على شاشتنا شاشة قناة الطريق في كل مكان. اهلا وسهلا بيك مرة تانية عبد المسيح. عندك ايمان وثقة ان الله هيكون بيحل مشكلتك ويديلك حلمك في الوقت الجاي؟ سمعني عبد المسيح؟ ايوه حضرتك. عندك ايمان وثقه ان ربنا يكون بيديلك حلمك في الوقت الجاي؟ امين يا رب. امين. عندنا ايمان وثقه بان ربنا هيكون بيديلك احلامك وبيحقق احلامك في الوقت الجاي. ويمكن ذكر كمان ان قال ان صعب برضو اللي هو يكون بيدخل الحمام بيعمل او البراز بيخرج من بطنه. بس انا في الحقيقه مش عارفه ايه اللي بيحصل بالظبط, يعني اللي بيحصل في حياته او في جسمه. لكن محتاجين كلنا نقف جنب عبد المسيح في الوقت الجاي عشان يكون ربنا يكون بيحب بيساعد كل حد حاطط قلبه مع حالة عبد المسيح. ربنا على قلبه اللي هو يكون بيباركنا. بس ربنا محتاج يشوف. ربنا هيباركنا. بس تخيل بقى لما يكون بيشوفك بقلب مليان بالحب انك تكون بتخدم الاخرين وبتحب الاخرين. دي تسوى ايه؟ تسوى حاجات كثيرة جدا. تسوى انك بتزرع في ملكوت الله. بتسوى ان الله عايز يكون بيشوفك الاله الحي الساكن في العلا ساكن في سماء السماوات عايز يكون بيشوف قلبك. هل انت تقدر تكون بتقدم بقلبك قلبك اللي ربنا عايزك تكون فعلا مليان مليان بالحب مليان بالرحمة في الوقت الجاي وينزع كل
قلب حجري مليان بالحجارة وقلب صعب جدا اللي هو يكون بيمتلئ بالحب. ده القلب الوحش اللي فعلا ربنا بيكرهه، ربنا ما بيحبوش أبدا. لكن قل له املاني يا رب وخلي قلبي دايما قلبي لحمي، قلبي يشعر ويحس، قلب مليان بالحب تجاه الناس اللي معانا واللي قدامنا، قلب لحمي يقدر يكون بيسعد. مش عايشين لوحدنا في العالم، لكن في ناس كثيرة قوي تبقى محتاجة ان حد يكون بيطبطب عليها، حد يكون بيسأل عليها، حد يكون واقف جنبها، حد بيرعاها، حد بيسندها، حد أعمى محتاج واحد يكون بيعدي الشارع، حد هوملس في الشوارع مش لاقي أكل ولا شرب، حد يكون بيطلع عليه وبيديله إنه يأكل ويشرب. ويمكن أحبائنا اللي ساكنين هنا في أمريكا وكندا والبلاد الغربية، وانت ماشي كده بالعربية بتلاقي حد واقف على ناصية الشارع أو على الإشارة، واقف وكاتب يافطة كبيرة قوي مكتوب فيها I am hungry. Jesus hungry. لو يقول كده I am hungry يعني أنا جعان، هل تقدر تشوف الكلمة دي أو تشوف يسوع جعان وما تقدرش تقوم بتعمل حاجة، أو حتى مفيش إيد المساعدة بأي شيء معاك تقدر تكون بتقدمه له؟ واحد بيسألك، واحد بيقولك أنا تعبان، أنا جعان، أنا محتاج، هل هتقف معاه وتساعده وتسنده، ولا هتقفل الباب في وشه وتقول له ربنا يسهل لك فوت علينا بكرة يا سيد؟ ولا يمكن حد تاني ممكن يكون بيعمل كده غيري، وما أكثر الناس اللي معاهم أكتر وأكتر، ونحط عيوننا مش على ربنا اللي ممكن يكون بيباركنا عندما نبارك وعندما نعطي، تكون عيوننا دايما على البشر، ليه ده ما يعملش، ده أكيد حد هيعمل، أكيد حد هيسوي، أكيد حد هيقدم، اشمعنى أنا؟ ما في ناس كثيرة. لكن يسوع بيقولك أنت بص لنفسك أنت وما تبصش لغيرك، أنت اللي هتاخد البركة. طب وليه تسيب البركة تروح لصديقك لحبيبك لأخوك لمشاهدين تانيين بيتفرجوا زيك بالظبط وأنت مش عايز البركة تجيلك؟ ما احنا كلنا عايزين نتبارك، ما احنا كلنا في البركة، إزاي تكون البركة بتتوزع علينا كلنا؟ مش بتتوزع، الله ما بيوزعش البركة، ده الله بيدي البركات، بيدي بركات مش بيوزع، عنده بركات كثيرة قوي، الله عنده بركات كثيرة قوي. فأنت اللي هتتبارك، أنت عندما تعطي أنت اللي كسبان، أنت اللي كسبان في حياتك، أنت اللي هتاخد البركة من عند إلهك، من عند يسوع. فما نركبش بقى إن ممكن فلان يعمل كده، لأ، الضرورة موضوع عليك. عندما تقدم، عندما تبشر، عندما تذهب عشان رسالة المسيح، الضرورة موضوع عليك، زي ما الكتاب بيقول الضرورة موضوع عليا وعليك وعليكي وعلينا كلنا، ازاي نكون بنسعد اخواتنا. اتمنى من كل قلبي حلم عبد المسيح يكون بيتحقق. محتاج فيسبا وقال عايز يروح الكنائس اللي قال عليها والاجتماعات. هل عندك النهاردة حب ودافع، حب ودافع
رحمة جواك بإنك تكون بتسدد احتياج عبد المسيح. أتمنى من كل قلبي إن كلنا نكون بنشارك في هذا الاحتياج علشان البركة هي اللي هتكون بتعود لك مرة تانية. عبد المسيح أنت معانا مظبوط؟ طيب رجعنا لك مرة تانية عبد المسيح. يا رب يا رب نكون بنصلي في قلوبنا إن نسمع أخبار كويسة ونكون بنديلك أخبار كويسة في الوقت الجاي عبد المسيح. عايزك تقول مع كل مشاهدينا كلمة أخيرة. كلمة أخيرة يا عبد المسيح تحب تقول لهم إيه؟ عبد المسيح كلمة أخيرة مع كل مشاهدينا قبل ما نكون بنخدم معاك، حابب تكون بتقول إيه؟ ألو أيوة فندم. حابب تكون بتقول إيه يا عبد المسيح؟ إنك تصلي لي وربنا يكرمني كده وأعرف أمشي عشان ما بعرفش أمشي. مشكلتي إن أنا ما بعرفش أنقل رجلي. ما بتعرفش تمشي خالص، ما بتعرفش تمشي خالص. أنا شايفة جنبيك عكازين. شايفة جنبيك عكازين يا عبد المسيح مظبوط؟ بتتسند عليهم بصعوبة شديدة ما بقدرش أنقل رجلي الشمال. باسم يسوع شفاء، شفاء وتحرير الآن باسم يسوع. شفاء وتحرير الآن من كل تعب ومن كل مرض جواك باسم يسوع. يا رب يا رب نكون بنسمع أخبار كويسة في الوقت الجاي وكلنا نتكاتف مع بعض عشان نقدر نكون بنحقق حلمك مع كل مشاهدينا وبمعونة الرب. يا رب نكون بنسمع أخبار كويسة. بشكرك جدا لوجودك معانا يا عبد المسيح وأتمنى من كل من رب المجد أن يكون بيديرك. الرب يباركك. الرب يباركك. حبيتك ويقوي إيمانك. أمين يا عبد المسيح أمين. رب صالح رب صالح ويزيدنا كلنا من محبته ويزيدنا كلنا من الإيمان والثقة فيه باسم يسوع. كان معانا دلوقتي عبد المسيح وهو بيتكلم وهو بيقول مشكلته ومحتاج في الوقت اللي جاي لإيه بالظبط عشان يقدر يكون حلمه اللي جواه يتحقق. هو محتاج فيسبا بأربع عجلات عشان يقدر يكون بيروح الاجتماعات ويروح الكنيسة. الراجل مش طالب حاجة يعني واو وحاجة، ده طالب، ده راجل عيان وراجل تعبان ومش قادر يكون بيمشي على رجليه. وزي ما حضراتكم شفتوا كمان يعني أنا حاسة إن في انتفاخ في بطنه غير عادي قدامي كان على الشاشة دلوقتي ويمكن حضراتكم لاحظتوا الموضوع دوت. فاحنا كل اللي احنا محتاجينه كلنا نكون بنساعد. لو كل واحد هيزرع بركة هنكون بنجمع البركات ديت وهنكون بنجيب له الفيسبا اللي هو عايزها. يعني أصل الأمر مش كبير ولا الأمر صعب، لكن كلنا نحط محبتنا على بعض وإيماننا إن ربنا يكون بيزيد البركة في حياتنا أكتر وأكتر عندما نقدم لشخص محتاج لمعونة ربنا زي عبد المسيح. تأكد تماما إن ربنا هيكون بيديلك كل شيء كويس في حياتك في الوقت الجاي. تمام. طيب ناخد ترنيمة الأول وبعد كده نفرحكم باللي ربنا حصله مع حالة بتول. تعالوا نخرج بالفاصل اللي جاي مع الترنيمة وبعد كده نرجع لكم بالتقرير ومن أجمل التقارير اللي هنكون بنعرضها لحضراتكم. عارفك ربي سامع قلبي شايف حزني وحاسس بيه.
فاهم لما بيزيد وجعي تداوي جرح بتجرحلي. عارفك ربي سامع قلبي شايف حزني وحاسس بيه، فاهم لما بيزيد وجعي تداوي جرح بتجرحلي. ازاي تيجي لحظة يأس تحيرني وتلعب بيا وتحطم جوايا البأس وتتعبني وتوجع فيا؟ ازاي تيجي لحظة يأس تحيرني وتلعب بيا وتحطم جوايا البأس وتتعبني وتوجع فيا؟ There is no moment of despair can ever confuse me. Or sometimes discourage or destroy and hurt me. There is no moment of despair can ever confuse me. Or sometimes discourage or destroy and hurt me. To all my sorrow, I will never surrender or forget my dear. My God, watch it. Listen to all my suffering. There is no moment can ever confuse me. ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين بعد سماع الترنيمة الجميلة مش هستسلم. مش هستسلم يعني في وسط التجربة، في وسط المشكلة، في وسط الشيء الصعب اللي ملوش حل، مش هستسلم. مش هستسلم، لكن أنا بتحدى بإيماني الشديد إن كل حاجة هتكون زي الفل وجميلة جدا في الوقت اللي جاي. ويمكن قلت لحضراتكم قبل الفاصل تقرير جميل جدا معانا عن حالة بتول، ودي رابع مرة نروح للطفلة بتول. وعايزة أقول لكم دي نتيجة النجاح الرائع في برنامج يا رب ارحم. دي النتيجة. ويمكن حضراتكم سمعت قبل كده ان برنامج يا رب ارحم كانه عامل زي البوسطه اللي ممكن تكون
بتجيلها أخبار مش ولا بد، وأخبار محزنة ومشاكل متعددة ومختلفة من نوعها، وقضايا كتير من أحوالها. لكن أيضا البوسطة الجميلة أو برنامج رب ارحم هو البوسطة الجميلة اللي بتبعت أيضا أخبار مفرحة وأخبار جميلة وأخبار كلها إيمان ونجاح وعدم يأس ولا عدم فشل. هو ده هدف برنامج رب ارحم، بيبعت النجاح، بيبعت السعادة، بيبعت الابتسامة. هو ده أساس البرنامج، هي دي البوسطة بتاعتنا اللي بنبعتها. مرة تاني، هو ده نتيجة النجاح الرائع اللي حققه برنامج يا رب ارحم على مستوى العالم كله اللي احنا فيه دلوقتي ده، اللي احنا فيه الفرحة الجميلة والسعادة اللي ملهاش حدود، والابتسامة الجميلة اللي بنشوفها على وجوه الناس عندما الله يرسل لهم البركة والمعونة من عنده، عندما الله بيرسل الفرحة وحل المشكلة من عنده. هو ده برنامج رب ارحم اللي كل الناس بتخبط على بابه علشان توصل ليهم الفرحة الحقيقية. بمحبتكم وسندتكم وإيديكم السخية في البرنامج هنكون بنوصل وهنكون بنفرح ناس أكتر وأكتر في الوقت اللي جاي. حكاية بتول، البنت الصغيرة اللي عندها 3 سنين عندها ضمور في المخ. يمكن أثناء زيارتي لمصر رحت بنفسي وزرت الطفلة بتول وعملت لقاء شيق وجميل جدا مع باباها، ويمكن حضراتكم شاهدتوا هذه الحلقات فيما قبل، شاهدتوها بكل التفاصيل. أول حلقة طلعت مع جدتها، تاني حلقة رب بعت لها كرسي متحرك، تالت حلقة أنا كنت في تسجيل معاها، واليوم هو رابع حلقة لبتول. شوف الرب بيعمل إيه بتسلسل الأحداث. نشدنا واتكلمنا وقلنا وأعلننا محتاجين حد يكون بيتبنى حالة بتول في العلاج الطبيعي بتاعها، محتاجين في الأدوية بتاعتها، في الغذاء بتاعها، لأنها أصلا ما بتاكلش. البنت مكتفة إيديها ورجليها عاملة كده، عاملة كده بالظبط، صدقوني عاملة كده، إيديها ورجليها عاملين كده، ومش قادرة تكون بتحركهم زينا كده. البنت مفيش نمو، خلاص نموها وقف على كده. البنت محتاجة علاج طبيعي، البنت محتاجة أدوية، محتاجة غذاء مخصوص، ما بتاكلش زينا كده وبتندغ الأكل، لأ، البنت محتاجة سوائل على طول باستمرار، حتى الأكل بيتطحن في الخلاط عشان تقدر تكون بتبلعه مش بتنطغه. ويمكن أوقات كتير لما باباها حكى معايا وقال البنت بيبقى عندها نوع من الصرع أو بتقعد تبكي كتير وإحنا مش عارفين عندها إيه، ما بتتكلمش، مش عارفين عندها مغص، عايزة تاكل، عايزة تشرب، عايزة تعمل بيبي، عايزة مش عارفين عندها إيه، مش عارفين عندها إيه، لدرجة إن بيودوا لها كل حاجة بيعملوها لها عشان تقدر تكون بتسكت من كتر الألم والوجع اللي فيها. ودي حكاية الطفلة بتول اللي إيد ربنا دايما مساندانا ومساندة كل اللي زي حال البتول. عشان تعرفوا قد إيه برنامج يا رب ارحم هو هادف لحياتنا ورؤيتنا، وإزاي نكون بنكمل مع بعض هذه الرؤية الجميلة في محبتنا لبعضنا البعض، في انسجامنا مع بعضنا البعض، بقعدتنا، بكل طلبة أكيد ليها استجابة من إخواتنا، لما بننادي، لما بنعلي صوتنا في هذا البرنامج ونقول يا جماعة محتاجين الحاجة الفلانية، محتاجين إيديكم في إيدينا. بشكر ربنا حقيقي لأن ربنا ليه كل المجد، هو اللي بيرسل المعونة الحقيقية لبرنامج يا رب ارحم، وهو اللي بيصبر كل نفس
محتاجة لي وعندها مشكلة، بيقدر يكون بيعزي كل إنسان حزين ويصبر كل إنسان مهموم. هو ده الرب اللي بنتكلم عليه في برنامجنا وفي قناتنا، اللي في ايديه الحاجة بتكتر وبتزيد، بيعلينا بيرفعنا فوق كل المرتفعات. تعالوا مع بعض ونشوف مع بعض ايه اللي حصل لبتول الحلقة الماضية لما اتكلمنا وناديت وقلت يا جماعة محتاجين دكتور علاج طبيعي بيهشر الحالة. انا بشكر ربنا من اجل الدكتور اللي اتصل بينا، هو مسؤول عن جمعية متخصصين لعلاج الطبيعي زي حالة بتول بالظبط، نفس الحالة، وعندهم قسم التغذية كمان. تخيلوا ان فعلا يعني ايه ده، الرب سريع كده. الرب سريع كده، اصلا لا عجبا، ما تتعجبش ان الرب سريع الاستجابة. يمكن لو خدتوا حضراتكم بالكم من التتر، هو ناديت على اخواتي استجابوا على طول، الله بيرسل استجابة. وعايزة اقول لكم بقى القصة اللي حصلت، ان الدكتور ده كان عنده شغل لكن هو ما شافش الحلقة، لكن عارفين مين اللي قال له على حالة بتول؟ مراته. مراته هي اللي كانت متابعة برنامج يا رب ارحم، هي اللي كانت متابعاه، وراحت اتصلت بيه قالت له دكتور فلان الفلاني جوزها لازم هناخد الحاله دي، لان الحاله دي مدام راني كانت عرضاها في برنامج يا رب ارحم وعايزين نكون بنساعدها. فشوفوا التسلسل اللي حصل ازاي. فعشان كده بقول لك انت ليك عامل اساسي في البرنامج. لو الحاله مش في امكانيتك ان انت تعمل فيها حاجه، ممكن في ناس كثيره من خلالك تقدر تكون بتعمل، اتصل اتصل بفلان فلان في حالة تعرضت عايزين نكون مساعدها، عايزين نقف جنبيها، عايزين نعمل معاها دكتور. اي انواع من كل التخصصات، من كل التخصصات لكل الدكاترة، وبنادي بعلو صوت لكل الدكاترة لجميع التخصصات. عشان كده ليك دور اساسي في هذا البرنامج، انك تكون بتتصل باللي حواليك وتشارك، زي ما مدامة الدكتور شافت الحلقة وبكت وراحت اتصلت بجوزها على طول، لأن جوزها دكتور وهم عندهم جمعية متخصصة في العلاج الطبيعي لحالات زي حالة بتول اكزاكتلي بالظبط. فأنا عايزة أقولك إنك الدور اللي هتعمله معانا بإنك تكون إيديك في إيدينا، مش بس لوحدك لكن كل الناس اللي تعرفهم من حواليك يقدروا يكونوا بيساعدوك. تعالوا بسرعة نجري ونشوف حال البتول والفرحة والجمال اللي ربنا عمله مع حال البتول، البنت اللي عندها ضمور في المخ عندها 3 سنين. تعالوا نستمتع مع بعض وارجع لكم بعد هذا التقرير. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاع الرب يا رب ارحم، وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صاع علوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. اخي اعزائي مشاهدي قناه الطريق وبرنامج يا رب ارحم، طبعا احنا مع بعضينا النهارده
ان ربنا اتدخل النهاردة مع بطول وقدرنا النهاردة من خلال حد رفض يقول اسمه، حد رفض يتكلم عن نفسه، حد محب للمسيح بجد وحب للخير. النهاردة دكتور علاج طبيعي ومراته دكتورة تغذية، الاثنين رفضوا ان هم يظهروا على الشاشة معانا او حد يعرفهم، ان هم كده بيحبوا زي ما الآية الكتاب ما بيقول ان اردت ان تصلي فاقول بابك عليك. النهاردة احنا مع حالة بتول وبابا بتول معانا، احنا بنرحب بيك للمرة التالتة على شاشة قناة الطريق. النهاردة احنا مع بعضينا في المركز، المركز الطبي ذو الحاجات الاحتياجات الخاصة وتأهيل المهني، فاحنا النهاردة مع بعضينا هنشوف الدكتور النهاردة مع بعض هيقول ايه. طبعا احنا كنا معاه من شوية وقال ان بتول بإذن المسيح في امل كبير قوي في تحسنها. طبعا من خلال برنامج رب ارحم من خلال قناة الطريق النهاردة الدكتور ده اتصل بينا، وانا بشكره جدا على اهتمامه بينا وعلى اتصاله بينا. احنا طبعا هنطلع معاك دلوقتي مع اول جلسه لبتول ان شاء الله. حابب تقول لكل الناس اللي شايفينك النهارده وكل الناس؟ انا بقول لكل الناس اللي عنده اي حاله زي كده ما يسكتش عليها، يحاول يتصرف بشتى الطرق ويسيبه من كلام الناس ويسيبه من اي حاجه ممكن تعطله عن ان بنته تخف او ابنه يخف، طبعا باراده ربنا. وبشكر جدا جدا قناة الطريق على تعبها وعلى مجهودها معانا وان هي مش سايبانا، وبشكر استاذ ممدوح قوي ان هو تعبان وبيجينا في اي وقت بنحتاجه فيه، وبشكر مدام رانيا. وعلى قد ما بنقدر بنحاول مع بطول، فانا بقول لكل الناس محدش يسيب ابنه تعبان او بنته تعبانه، وبتدخل ربنا ان شاء الله كل شيء هيبقى كويس ان شاء الله. طبعا دي قادمه من قناه الطريق النهارده من ابطال قناه الطريق لبتول، لمصاريف بتول اللي احنا عارفين المشوار هيبقى صعب عليكم ان شاء الله. واحنا دلوقتي هنطلع مع بعضينا فوق هنشوف الجلسه باذن المسيح وهنشوف الجلسه هتعمل ازاي. انتوا تاخدوا بالكم لو حد فيكم لسه صاحي من النوم لو قام فجأة يدوب. تمام. يعني انت مثلا فجأة لو قايم في عز نومك ما تقدرش تشيل حاجة تقيلة. تمام صح. فالقلب لما عضلة القلب وقوتها بتاخد على وضع النوم يبقى مشكلة لما تقعد عجل، بالذات لو انت بترجع داخل لأن هي مش هتقول لك انا تعبان. صحيح. فالحاجات دي بنبتدي نوقفها شوية، عضلة القلب تبتدي تضخ الدم لفوق، دي بتبقى قوة عشان بنأهلها بعد كده لما هنوقف. طب يا جماعة شايفين بتول دي جلسة اللي احنا شايفين مع بعضينا. طبعا يا دكتور احنا كده بنعمل تمرينة تانية او احنا بنوقفها على الستنس عشان تقف، بس احنا محتاجين لبتول محتاجين لها اربع جباير بيديها ويديها. ايه الجباير دي يا دكتور؟ بص وضع الجنين اللي فيه بتول بيبقى مشكلة ان هي جسمها ما بيتفردش كويس. طبعا فالجباير دي بتبقى حاجة اسمها اجهزة تعويضية او مساعدات للحركة، ان احنا بنجيب جبيرة حاجة من الفيبر كده بتتعمل بشكل معين تحت رجل، بتفرد رجل ده بالطول بحزمة زي الحاجات دي كده، حاجات بتبقى زي كده بس. طبعا دي حاجات مستعملة بتاعت ناس خفت. الجبال دي سعرها تقريبا كام يا دكتور؟ اسعارها كام؟ لا بتتراوح، يعني في حاجات بتبقى 300 جنيه القطعة الواحدة. القطعة الواحدة. يعني احنا بنتكلم دي الحاجات المصري. بنتكلم تقريبا في 2000 جنيه اربع قطع الايدين والرجلين، بنتكلم حوالي 2000 جنيه. فانا برضو بوجه السادة المشاهدين النهاردة احنا عايزين نكمل الطريق مع بعض. بتول محتاجة اربع قطع زي دولت مش اقل من 2000 جنيه. مش اقل من 2000 جنيه. احنا من خلال قناة الطريق النهاردة ربنا بعت لنا وبرنامج رب ارحم ربنا بعت لنا المركز ده اللي احنا من خلاله بنساعد بيه بتول، وباذن ربنا ان بتول هيبقى فيها نتائج. لكن في البيت بتول محتاجه تفرد. طبعا ان انا فهمت من الدكتور ان ده جهاز بدل ما ايديها عامله كده لا تبقى مفروده بالشكل الصحيح الطبيعي، فده برضو من ضمن العلاج الطبيعي اللي هيقدر نقدر من خلاله بتول تقف باذن المسيح زي اللي انا متطبيعي. طبعا ادي الجهاز ده جهاز تاني زي ما احنا شايفين بتقول انت بتحاول تفرد رجليها بس واحده واحده
عشان هي لسه في الاول فما اقدرش اضغط وافردها مره واحده. لازم اسيبها تاخد راحتها وابتدي معاها واحده واحده. على حسب ان مفيش عظمه ممكن تشد بشكل. لا لا هي العضلات بس بتبقى مشدوده شويه لازم اعوضها. زي ما احنا شايفين بتقول مع بعض. ده الجهاز. ده الجهاز. وزي ما الدكتور. زي ما احنا شايفين بتقول مع بعض. ده برضه من ضمن الاجهزه النهارده. وزي ما الدكتور ما قال ان احنا محتاجين اربع اجهزه تعويضيه من دولت. انا شايف ان الجهاز مش غالي يعني 400-500 جنيه زي ما الدكتور قال تقريبا يعني 2000 جنيه لاربع قطع لرجليها وايديها. فانا واثق ان اللي يكمل مع بتول هنقدر باذن المسيح الايام اللي جايه نكمل مع بتول ونجيب لها كل اللي عايزاه. احنا شايفين بتول دي اول جلسه مع الدكتور. احنا شايفين كده مع بعض. انتوا شفتوا ده ولا ما شفتوش؟ ما شفتوش؟ لا زي ما احنا شايفين. طب المفروض ده عشان بنعمل فرد للجسم. دكتور طبعا ده عشان بتفرد الجسم بيه. بنفرد جسمها واحده واحده. أيوة. عشان لما نبتدي نعمل التمارين نعمل لها تمارين الاستطاله ونفرد لها جسمها نعمل لها استرتشات وحاجات زي كده ودي بتبقى واحده واحده عشان البنت واخده وضع الجنين طول اليوم فده طبعا بيأثر عليها. لو فضلت كده بعد كده احنا بنعمل عمليات في رجلين والكلام ده كله. لكن لو عالجنا الكلام ده في الاول طبعا الموضوع بيبقى اسهل مش هنعمل عمليه ولا حاجه. امين. فبيتحسن كتير طبعا. طبعا انت طبعا انا شايف تعبير وشك الكلام ده ما كانش بتعمل لبنتك في المراكز انت كنت بترحل. لا لا بصراحه لا يعني هو كان بنحاول على قد ما نقدر ما نقصرش بس ما كانش فيه الشغل ده بصراحه يعني طبعا الحمد لله ان ربنا اكرمنا بالمركز ونشكر ربنا على اي حاجه بيجيبها يعني. بس انا شايف ان شاء الله على يعني من دخلتي للمكان كده ان شاء الله خير باذن الله. طبعا احنا معاكم برضو مستمرين معاكم ان شاء الله. احنا مستمرين معاكم واحنا بنشكر بجد الدكتور. طبعا انا باكد انه رفض يقول اسمه. دي خدمه هو بيقدمها لبتول وحالات كتير زي بتول. فاحنا طبعا بنشكره على قد شكرنا على قد شكر ربنا اللي هياخده كتير قوي. وهو ده اللي انا كنت طالبه يعني انا ما كنتش طالب اي حاجه غير ان مركز علاج طبيعي محترم ولو ربنا كرمني اي حاجه انا مستعد مع بتول من جنيه لمليون ربنا يكرمني واحاول ان شاء الله اقدر اكون بعمل لها كل اللي تطلبه. انا كان كل اللي لازمني مركز علاج طبيعي محترم كويس يامن البنت ويخليها تخف بسرعه ان شاء الله. انت طبعا مقتنع بالمركز مبسوط جدا المكان وانا شفت فيه تفاؤل جامد قوي ان شاء الله باذن الله. باذن المسيح هنيجي وبتقوم تمشي على رجليها ان شاء الله ونصور معاك. كلمه تحب تقولها مدام رانيا النهارده؟ انا بشكرها جدا جدا وبقول لها من لحد الان مصر منوره بالزياره الجميله اللي هي كانت فيها من اسبوعين ثلاثه وبشكر قناه الطريق وبشكر حضرتك يعني شكر خاص لحضرتك يا استاذ ممدوح على تعبك معانا ان انت مش مقصر معانا. الصبح بتيجي بالليل بتيجي في عز المطر بتيجي في عز الحر بتيجي. فاحنا بنشكرك وبنشكر ربنا يعني كرمنا بيكم وكرمنا بالدكتور وبالمركز. وفي الاخر بقول يعني كل الناس اللي بتتفرج عليا وبتشوفني تدعي البتول وكل صلواتها تذكر البتول وتتمنى لنا الشفاء ان شاء الله. امين امين امين. احنا بنشكرك طبعا بنشكرك على واجب ودي خدمتنا واحنا واثقين في الهنا الحي ان بتول هنيجي ان شاء الله وكمان نجهزها ويا عروسه. انا مش شغاله الطريق كنا مع بعضينا مع حالة بتول. ورجعنا مع حضراتكم مرة تاني بعد الفرحة الكبيرة واحنا في داخل مركز للعلاج الطبيعي والقسم التغذية لحالة بتول وأيضا حالات أخرى نفس النوع من هذه الحالة ضمور في المخ وبنت مش قادرة تكون بتتحرك ولا ايدين ولا رجلين. لكن الله صالح اللي هو يكون فعلا بيبعت لنا كل الناس الحلوة اللي عايزة تكون بتخدم في برنامج يا رب ارحم معانا من خلال مشاهدتها لهذا البرنامج.
على الهواء مباشرة معاكم أسبوعيا. أنا بشكر ربنا ودي كل المجد ودي كل الفخر اللي احنا كنا بنفتخر بإلهنا اللي هو بيكون بيدبر كل الأمور لصالحنا ولصالح كل أولاده في كل مكان. تخيلوا لو ما كانش فيه برنامج يا رب أرحم، ولا ما كانتش فيه هذه الرؤية العظيمة الجميلة في داخلنا وطلعنا في هذا البرنامج، كان هيبقى فيه حد هيطل على حالة بتول؟ حد هيشوف حالة بتول؟ استحالة. أنا مش بتكلم بس على حالة بتول بس، لكن أنا بتكلم على حالات كتيرة الله استخدمنا إحنا كأدوات إن الله يبعت لهم البركات الجميلة والمعجزات اللي بتحصل في هذا البرنامج. بجد ليه كل المجد، هو الرب اللي موجود في هذا البرنامج ولا أي حد فينا، إحنا بس مجرد الله بيستخدمنا كأدوات عشان نكون بننشر رسالته ومحبته للعالم كله. كلنا بنحب ربنا، لكن ازاي نكون بنخدمه؟ كلنا عايزين نكون بنطيع ربنا. انا عايزه اطيع ربنا، في ناس طبعا بتتمرد كتير، لكن انا بتكلم على الناس اللي حابه تكون بتطيع ربنا. ازاي تكون بتطيعه؟ تطيع وصايا، تطيع تطيع تطيعه من خلال هذا البرنامج، انك تكون بتساند معانا، انك تكون شريك معانا في هذا العمل العظيم، هذا العمل اللي ملهوش، عايزه اقول لكم يعني جبار، عمل جبار ملهوش مثيل، ملهوش مثيل، ملهوش مثيل اطلاقا. هذا عمل جبار، لا يمكن ان واحد ولا اتنين ولا تلاته ولا عشره ولا عشرين يقدروا يكونوا بيعملوا هذا العمل، صدقوني. لكن لو كلنا مع بعضينا هنقدر نكون بنعمل اعظم واعظم. ما هو الرب قال كده، انا عملت وانتوا هتكونوا بتعملوا اعظم واعظم، هي دي كلمته، هو ده وعده. وعده تقدر كده ترفع ايديك وتقول انا عايز اكون شريك في هذا العمل، عايز اكون انسان شريك في هذا العمل. عارفين لما حد يكون بيروح بياخد الجنسية الأمريكية، أول حاجة قبل ما يسأله في أي حاجة بيبقى فيه انترفيو، يعني مقابلة عشان يعمل معاك طبعا انترفيو، هل أنت عايش في البلد إزاي وعايش إزاي وعملت إيه، يعني أسئلة طبيعية خالص، وفي أسئلة بتجاوب عليها برضو عشان تقدر تكون بتنجح. لكن أول حاجة بيسألوك عليها او بي 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 انت بتحلف، يعني بتقول لهم انا هعمل كذا، هل ولائك للبلد؟ ولائي هيكون للبلد. فيروحوا بيقولوا لك ارفع ايديك، ارفع ايديك، بيقعدوا يسالوك كده كام سؤال قبل ما يتكلموا معاك خالص، يقول لك ارفع ايديك اليمين واشهد شهاده حق بانك هتكون ولائك هيكون للبلد اللي انت عايش فيها دي اللي هي امريكا. تقول لهم يس اي دو، صح؟ احنا كمان عايزين نرفع ايدينا النهارده قدام الرب ونقول له يس اي دو، ولقنا يا رب وخدمتنا هي معاك، اللي احنا عايزين نكون شركاء في عملك، شركاء في حياتك، عايزين ناخد البصمه الحقيقيه من حياتك ونخليها على حياتنا ونمشي بيها طوال أيام حياتنا. فأنا عايزة أقولك كده، افتخر بأنك ابن الملك، افتخر إن ليك عمل جميل الله عايز يكون بيقيمك عليه، افتخر بأنك إنسان رائع في اسم يسوع. قول أنا اسمي فلان فلان باسم رب يسوع، أنا إنسان رائع وهكون بكامل معاكم في هذه الرؤية الجميلة. طيب تعالوا بسرعة مع هذا التقرير اللي جاي مع حالة عم منير، تعالوا نشوف حالته عاملة ازاي وهو محتاج ايه
مننا ومن برنامج يا رب ارحم عشان نكون بنساعده في الوقت الجاي. من فضلك افتح قلبك وكيانك وأحشائك بالرأفة والرحمة على هذا الرجل بكل احتياجاته، سواء المرضية أو المادية، بكل احتياج جواه. لسن كويس، يعني انصت كويس قوي واسمع، مش بس تبكي، ممكن نبكي ويمكن نبكي على أحوالنا إحنا الشخصية، لكن من فضلك وانت بتسمع افتح أحشائك كلها بالرأفة والرحمة. تعالوا مع هذا التقرير نشوف تقرير مع عم منير احتياجاته ايه وحلمه ايه قدام ربنا، وارجع لكم باك. انتظروني ما تروحوش في اي مكان، هكون معاكم بعد هذا التقرير. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتمة قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صائر رب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صعلوا، سندوني وبإيدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. مسيح عزيزي شديق على الطريق وبرنامج رب ارحم كلها الاسم. احنا النهارده مع عم منير ميلاد. عم منير ميلاد يحكي مع بعضينا مشكلته، هنعرف ايه حكايته وهنسمع مع بعض. عم منير هتعلي صوتك معايا وعايزين نعرف مشكلتك بدات من امتى؟ ازاي؟ وصلت لغايه فين؟ حضرتك انا اول 2013 رحت اعمل طبق دش، طبقين دش في فيصل، وانا بركب الطبق. انت فني دش طبعا؟ فني دش. فني تركيب الدش. فكنت بقى يعني رايح مجامله لواحد قريبي على اساس اركب له الدش، وطلعت من المنور عنده من الدور 13، بدل ما انزل من على السلم نزلت من المنور سقط، فرجلي الاثنين متكسرين وظهري الفترة الرابعة والخامسة مكسور. احنا عايزين نشوف رجلك الاول بس للتمر. طبعا زي ما احنا شايفين مع بعضينا دي طبعا كل ده كان بره. بقصبة الرجل مكسورة لغاية الكعب. زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا، ورجلك التاني زي ما انت قلت برضه في عمليات. وحضرتك هنا برضه ده كله كان مقطوع، كان منفصل، حتى الرجل دي اكبر من رجلي دي، يعني الظروف اتفك، ففكر العظم كله، كل العظم طلع بره اهو زي ما حضرتك شايف، الرجل بقت اكبر من رجلي. عايزين نشوف الاشعاعات برضه، نعرف الدكاتره والتقارير الطبيه حضرتك كلهم معايا. في كسور كان مركبين الظروف، لما فكوا الظروف العظم اتفك تاني، ما عملوش شرح مصامير. زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا ده في الطب الاولي. انا كنت بتعالج في مستشفى الهرم، انا ست مستشفيات رفضوا يعملوا لي العمليه لان قالوا لي بتر. يعني طبعا في اشاعات معانا موجوده برضو احنا بنوريها للناس. الاشاعات حضرتك زي ما احنا شايفين كده مع بعضينا حالة عم منير، ودي الاشعاعات طبعا زي ما احنا شايفين كده مع بعض. ده كسر كامل في الركبه عم منير، الكعبه حضرتك. الركبه
وقصبة الرجل. الركبة وقصبة الرجل. جماعة نجي مع بعضينا يا عم منير. داخل السكان يا عم منير. ادي حضرتك كمان ال تعالى النهارده. ما حدش فيك مع بعضينا. حضرتك العظم نازل قدام الكعبة اهو مكسور خالص والعظم بارد يعني بيقطع في اللحم متكسر كله. عم منير انت النهارده اتصلت بينا من خلال شاشه قناه التضييق ولادك على برحم. طبعا الحاله لغايه دلوقتي انت طالبين منك كم عمليه؟ ثلاث عمليات. انا الركبه قصبه الرجل ده تغيير كله والكعب القدم كله هنا والظهر الفتره الرابعه والخامسه. طبعا كل الدكاتره متخوفين من حاله صعبه جدا. كل لما اروح لكذا دكتور رحت للدكتور مين يا سمعان الشيخ ورحت لكذا دكتور قال لي ما تخليش حد يلعب في ظهرك ده ممكن يعمل لك شلل رباعي. العمليه دي هتتكلف كام يا عم منير؟ غاليه جدا تقريبا. ما اعرفش اسعار بس متكلفه يعني. انا عملت في تجميع العظم ده كله عملت جبس وعملت اشاعات وعملت تجميع عظم الكنيسه طبعا وقفت معايا وما زالت على قد ما في ناس اكتر من حضرتك عارف. عم منير دلوقتي طبعا انت ما بتشتغلش في دخل ثابت ليك من الحكومه معاش او اي حاجه؟ معاش ابويا. معاش والدك. طب احنا شايفين شقه عم منير بس ما فيش حد كمان بيقضي حكايه عم منير لوحده معهوش حد ولا ولد ولا بنت وهو اساسا مش متجوز وعايش لوحده. عم منير حد يعولني يعني حتى من تنظيف البيت حد يعمل لي اكل حد يغسل لي هدومي ما فيش. طبعا انت طالب انك تعمل العمليات ديت. طالب دكتور بتناشد معانا من خلال ابراهيم ربنا يرحمه دكتور اخصائي عظام يعمل لك العمليات المطلوبه وكمان الاوعيه الدمويه كلها متقطعه يعني انت محتاج دكتور متخصص يشوف حالتك. بالظبط. عندك ثقه في المسيح الايام اللي جايه نجيب لك الدكتور ربنا؟ طبعا لولا انا سيخ دخل في بوقي نسيت اقول لحضرتك دخل في بوقي خلال سنين كلها وبتواصل مع اي حد ما عرفتش بتواصل معاه. دي طبعا تقدمت قناه الطريق النهارده احنا بنقدمها لك واحنا بنناشد معاك دكتور متخصص يقدر خلال الايام اللي جايه يساعد عم منير انه محتاج اكثر من ثلاث عمليات. محتاج ركبه ومحتاج شرايح مسامير. ركبه قصبة الرجل شرايح مسامير والكعب تجميع عظمي. طبعا احنا زي ما شفنا رجليه كده القدم ده كله. طبعا احنا زي ما شفنا رجليه زي ما احنا كده شايفين رجليه مع بعضينا. ادي الاثار الرجلين عليه والظهر بقى متكسر خالص. طبعا احنا شايفين كده مع بعض الظهر مكسور كله. عم منير كلمة أخيرة تحب تقولها قناة الطريق النهاردة تقول لهم إيه؟ أشكر ربنا وأشكر الأستاذ الدكتور جوزيف نصر الله وأشكر البرنامج وعلى وقفتهم معانا. ماليش طلب أكتر من اللي هم عملوه بصراحة. عندك ثقة في الأيام اللي جاية بأمر المسيح. نشكر ربنا نشكرك إن يكون على قلب دكتور سمعنا وشايفنا النهاردة. يا ريت ربنا هو يكون. عايز أقول شايفين قناة الطريق النهاردة زي ما شفنا عم منير كل أمله في حياته إنه يتحرك. نفسي ارجع دكتور يا عم ما كنتش واخد على قعدتي خالص. انا بقالي سنتين قاعد يعني ثلاث سنين كده بالظبط من اول 2013 حتى الان. عم منير محتاج يشتغل. عم منير محتاج ينزل الشارع يروح الكنيسه. عم منير محتاج حد يراعيه. كل ده مش هيحصل غير لما يعمل العمليات واحنا بنناشد كل دكاتره مصر اللي شايفيننا. عم منير النهارده بيمد ايده عايز حد يساعده ويعوله يشيلوا يعملوا العمليات النهارده. احنا واثقين من خلال برنامج رب ارحم واثقين من خلال قناه الطريق النهارده وابطال قناه الطريق وابطال برنامج رب ارحم ان احنا نيجي لعم منير بخبر صار يفرح قلبه. نقول له عم منير احنا مع بعضينا وهنعمل لك العمليه. نشكر محبتك. امين امين عم منير. غلابة والظروف ما
ماشية ضدنا غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة غلابة وظروفنا ماشية ضدنا غلابة قلابة الدنيا غربة معتنا قلابة ارحمنا يا رب يا رب ارحم يا صاعن رب يا رب ارحم وعدوني اخواتي وما تخلوا ساعدوني ومجدي يسوع علوا سندوني وبإيدين بتشجع كانوا طلباتي استجابة ورجعنا لكم مرة تانية أعزائي المشاهدين ودايما بنتكلم وبنقول وبنغني مع التتر غلابة غلابة وحقيقي الدنيا قلابة الدنيا ملهاش أمان ملهاش أمان وملهاش سلام لكن أملنا وإيماننا ورجعنا وسلامنا هو في شخص المسيح الدنيا قلابة يعني النهاردة ليك ومعاك وبتسقف لك وبكرة تديك فوق دماغك هي دي الدنيا لكن طول ما احنا عايشين مع الرب وتحت مشيئة القيادة العليا تحت مشيئة ربنا أكيد هنكون في المشيئة الصح وغالبين غالبين غالبين كل الدنيا دي وزي ما شاهدنا مع التقرير اللي فات مع حالة عم منير محتاجة عملية في رجليه الراجل مش قادر يتحرك مش قادر يمشي مش قادر يشتغل مش قادر يروح مش قادر يجي مش قادر يعمل أي حاجة وحالته الصحية صعبة جدا كم حد عايز يكون بيساعد حالة عم منير في الوقت الجاي من فضلكم كل التليفونات متاحة قدام حضراتكم سواء تليفونات مصر سواء تليفونات أمريكا من خلال الناس اللي بتشاهدنا كمان على الانترنت تقدر تكون بتركز معنا قوي وتقدر تكون بتنقل أرقام التليفونات وبتتصل بينا عشان نكون متواصلين مع حضراتكم هتقدر تكون بتوصل لعم منير ازاي غير من خلال برنامج يا رب ارحم من فضلك من فضلك النهارده عندنا اشتياقات جامده قوي واحلام عايزين تكون بتتحقق في برنامج يا رب ارحم عمر ما الاحلام بتاعتنا هتتحقق غير بمعونه الرب لينا ومعونه الرب اللي هتكون بتتسكب علينا في الوقت الجاي عمر ما احلام برنامج يا رب ارحم مع كل مشاهدين مع كل اخوه الرب اللي بيطلعوا معنا تتحقق غير من خلال حضراتكم الله بيبعت البركة من خلال حضراتكم الله بيبعت المعونة من خلال حضراتكم الله بيبعت إرشاده من خلال حضراتكم الله بيبعت بقى الناس اللي عايزة تكون مشاركة معنا سواء دكاترة سواء محاميين سواء ناس محاسبين سواء ناس عايزين يقوموا بهذه الخدمة ناس بيشتغلوا كونستراكشن في المقاولات الناس عايزه تكون بتشتغل في السباكه في المحاره ازاي تكون بترمم بيوت ازاي في ناس السقف بيقع عليها الناس مش قادره تكون بتعيش لما يكون في حر لما يكون في برد لما يكون في مطر كل ده محتاجين من برنامج يا رب ارحم كل ده محتاجين مساعدتكم فيه كل ده محتاجين مساعدتكم فيه كم وكم من الناس اللي تعبانه في حالتها وعايزة بس الله يحقق لها حلمها في الحاجات الصغيرة ديت ناس هتطرد من شققها ومن أماكنها بسبب عدم إيجاد ماديات معاهم ما عندهمش يدفعوا الإيجارات هيطردوا هيبقوا في الشارع عشان كده نفسنا نكون كمان بنناشد وزير الإسكان هل في شقق وهل في مساكن للناس دي اللي هتطرد من بيوتها؟ هل في اماكن الناس دي تقدر تكون بتنقل فيها حتى لو اوضه وصاله؟ احنا بنتكلم على اسر مثلا مكونه من اربع خمس اسر او ست افراد. هل الافراد دول الراجل ومراته وعياله هل ممكن في اماكن تقدر تكون بتستضيفهم او في اماكن تقدر تكون متاحه لهم في الوقت اللي جاي؟ انا بكلم بقى من وزير الاسكان
الناس اللي بتقول في اماكن بنبنيها والوزير الاسكان يطلع والناس حلوه معمره وهنعمر وهنكبر وهن طب فين؟ فين الاماكن دي؟ طب الناس اللي مرميه في الشوارع واطفالنا اللي مليانين دلوقتي في الشوارع، اطفالنا اللي مرميين اللي محدش بيسال عليهم في الشوارع. انا عايزاكم تروحوا بس تشوفوا سواء المنطقة اسمها كوم أغا في مصر القديمة، لو حضراتكم من مصر القديمة عارفين طبعا في هناك منطقة اسمها كوم أغا والشرابية والعشوائيات والمقطم، كل طب أطفالنا إيه ذنبهم اللي هم يتشردوا في الشوارع؟ إيه ذنبهم؟ أطفالنا اللي بيروحوا ياكلوا من الزبالة ايه ذنبهم؟ اطفالنا اللي بينقوا العيج الناشف واليابس عشان ياكلوه ايه ذنبهم؟ ارمله وتعول اربع خمس اطفال ايه ذنبها؟ اللي هي تكون بتتحمل لوحدها طب غصب عنها، يعني هل يرضيكم اللي هي تمشي في الغلط عشان تستر بناتها او ولادها؟ كل ده بيحصل وبيجينا في برنامج يا رب ارحم، كل الحالات دي بتجينا في برنامج يا رب ارحم، كل دول بيجولنا وبيتكلموا معانا. هل عندك استعداد تكون بتشارك مع كل الناس اللي محتاجه دي؟ هل عندك استعداد تكون سخي معانا بمحبتك وتطبطب على كل انسان محتاج؟ يا رب تكونوا سامعيني، يا رب يكون صوتي وصل لكل العالم، وبنادي على كل شخص فيكم معايا، انا وانتم علينا مسؤوليه كبيره قوي لازم نكون كلنا عايشينها مع بعض ومتحملين مع بعض وعلى الحلوة والمرة مع بعض عشان نقدر نكون بنتمم رسالة المسيح أيضا مع بعض. عليك عامل كبير قوي، عليك دور كبير قوي في برنامج يا رب ارحم. اوعى تسيبك الفرصة النهاردة من غير ما تكون بتتصل وتشارك معانا، صدقوني حتى بالقليل هيكون كتير، حتى بالفلسين الله هيبارك وهيعمر وهيسدد احتياجات الكل، حتى بالخمس خبزات والسمكتين الله هيبارك فيهم وهيشبعوا جموع كثيرين وهيفيد كمان كام قفة وكام سمك وكام عيش للأطفال والكبار للشيوخ للرجال والنساء، كل الناس هتشبع عندما تعطي وتعطي من مالك وتعطي بسخائك. عايزين نفرح ناس كتير قوي، ناس مستنية، الناس مستنية، الناس مستنية البركة. هل تكون انت واحد مشترك معانا في البركات اللي هتروح للناس؟ وانت بتكتب الشيك كده قول يا رب الشيك ده انا بحط الخمس خبزات والسمكتين، وربنا عارف انت معك كام وربنا عالم بكل احوالك. قول له يا رب المبلغ ده انا بصلي قبل ما اكون ببعته البرنامج يا رب ارحم. وانت بتكتب عليه كده زاوية تي في اكتب كده من جوه الشيك من تحت يا رب ارحم يا رب ارحم. تخيل الكلمتين دول او الكلمات دي هتكون ايه شكلها ايه قدام ربنا وانت بتكتب يا رب ارحم يا رب ارحم. عشنا مع بعض على مدار ساعتين في برنامج يا رب ارحم بعض من الحالات اللي فرحنا معاهم واتباركنا بيهم عندما ذهبنا اليهم لمرات عديدة، وايضا حالات جديدة استقبلناها أيضا بكل الحب
من برنامج رب ارحم وقدمناها لحضراتكم على شاشتكم المحبوبة قناة الطريق. هل انتوا عايشين معانا في هذه الحالات ولا مجرد فرجة وخلاص وانتهت على كده، او بتشوف الناس عايشة ازاي؟ من فضلك ما تتفرجش وتسكت، لكن وانت بتتفرج انفعل معانا، مش انفعال وقتي ولا انفعال بالشعور والاحاسيس وخلاص، لكن الانفعال الحقيقي بانك تكون بتسدد احتياجات الكل، والانفعال انك تكون واخد بصمة يسوع على حياتك. زي ما المسيح كان يقول يصنع خير، انت كمان عليك واجب كبير قوي ومسؤولية كبيرة بانك تكون تقول تصنع خير مع كل الذين محتاجين في كل مكان. تعالوا مع بعض دايما نصلي البرنامج يا رب ارحم، ودايما موجودة على شاشتكم الكريمة قناة الطريق والمحبوبة، وكل الناس اللي بترسلنا وتبعت لنا حقيقي عرفنا قيمة قناة الطريق عندكم ومحبتكم ليها بالفعل. أنا بشكر كل واحد بيرسلنا، كل واحد بيتصل بينا، كل واحد حاطط ايديه في ايدينا، كل واحد حاطط عنقه على اعناقنا واكتافه على اكتافنا عشان نقدر نكون بنكمل مع بعض مشوار حياة برنامج يا رب ارحم وقناة الطريق. تعالوا مع بعض ناخد التليفون اللي جاي وبعد كده نكون بنختم معاكم. قناة الطريق يا رب ارحم، الو. برنامج يا رب ارحم، الو. قناة الطريق، مساء النور، اهلا وسهلا بيك. اتفضل اتفضل اخويا الغالي، انت معايا على الهواء. الو، ايوه اتفضل، حضرتك معايا على الهواء. مساء النور، مساء النور، اهلا وسهلا بيك. اتفضل يا فندم. انا واضح ورده كبيره يا فندم. ليه بعد الشهر في ايه؟ ايه هي؟ ربنا يخليك انت في معايا. امين الرب صالح. ايه هي الورطه يا فندم؟ انا معايا مرتي، معايا مرتي بتشتكي من عيني. معاك مرتك مالها؟ عينها يا فندم بتشتكي من عين واحده، ما بتشوفش غير بعين واحده. وديتها يا فندم مصر للشفه الوطني عند عبد الله حسوني. قال لي عايزه عمليه ب 3000. محتاجة عملية بعينيها ب 3000. انت بتكلمنا منين؟ فين المحافظة بتاعتك؟ انت بتكلمنا من انهي محافظة اخويا الغالي؟ محافظة الزقازيق يا فندم. محافظة الزقازيق، مركز ناجي حمادي يا فندم. ناجي حمادي، وديتها لست الوطن يا فندم في مصر. تمام، وديتها عند عبد الله حسون في مصر. يعني انت وديتها للدكتور فقال لك لازم لها عمليه ب 3000 جنيه، مظبوط؟ نعم يا فندم. انت وديتها للدكتور مرتك فقال لك الدكتور لازم لها العمليه ب 3000 جنيه، صح؟ ايوه يا فندم. عين واحده. عين واحده. ايوه. هي عينها بقالها قد ايه في الموضوع ده؟ عينيها بقالها قد ايه؟ لا يعني هذا بقالها شهر يا فندم. بقالها شهر. نعم؟ بقالها شهر في الموضوع بتاع عينيها ده. أنا رحت أوضة النوم يا فندم على كده بعدين، معايا أوضة النوم بعدين يا فندم. أنت إيه عملت إيه في أوضة النوم؟ أنت عملت، اسمعني بس أخويا الغالي، أنت عملت إيه في أوضة النوم؟ أيوة يا فندم. أنت عملت إيه في أوضة النوم؟ ممكن بس المخرج يكون بيساعدني شويه؟ برضو انتوا مش فاهمين معايا. طيب يعني انت محتاج دلوقتي العمليه، خلينا في ال محتاج العمليه دي هعملها عند عبد الله حسين في مصر. في مصر، تمام. طيب في الوطن يا فندم. طيب مع كل مشاهدينا، مع كل مشاهدينا، اسمك ايه قلت لي؟ يوسف يا فندم. اسمك ايه؟ يوسف يا فندم. جورج؟ يوسف يا فندم. يسري. رزق. يسري. اهلا بيك يسري. اهلا بيك يا يسري.
اهلا بيك يا يسري. انت محتاج عمليا؟ ربنا موجود، ربنا موجود يا عم يسري، ربنا موجود يا يسري، ربنا موجود. واحنا دلوقتي مع كل مشاهدينا، عايز اقول ايه لكل حد سمعك النهارده يا يسري؟ حد جودت معايا خالص يا فندم، بس في ناس سامعاك، عايز اقول لهم ايه؟ سامعين يا فندم، بس انا بعمل ايه؟ محدش بيجيش ابدا. يا رب ما يوقع حد في دقيقه، يا رب ما يوقع حد في دقيقه، وكلنا نقف مع بعض، وكلنا نقف مع بعض. لو كلنا اتحدنا ولمنا ال 3000 جنيه دي عشان مراته تعمل عمليه، ومراسلنا يكونوا بيقابلوهم ويدخلوا اوضه العمليات ويروحوا للدكتور ويكشفوا، زي ما بالظبط شفنا حاله بتول لما رحنا المركز التاهيلي للعلاج الطبيعي والمرضى المعوقين، الاطفال الصغيرين والقسم التغذيه، كل ده يا بخت يا بخت يا بخت اللي يكون بيشترك معانا في هذا الامر. يا بخته يا بخته لما تيجي كده وتقول انا عايز اكون بقدم البركه لعم يسري لحاله مرته. مرته محتاجه عمليه ب 3000 جنيه في عينيها، تقدر تكون بتشارك معانا؟ تقدر تكون بتتصل بينا؟ تقدر تقول انا عايز اكون بساهم في جزء، ونروح للدكتور مع بعضينا ومع المراسلين ونسجل لكم الحاله الجميله دي، ونقول فعلا الرب امر بالبركه في حياة أخونا يسري. بشكرك جدا يا عم يسري، ويا رب نكون بنسمع أخبار كويسة في الوقت اللي جاي، وأتمنى أتمنى أتمنى بسرعة بسرعة من مشاهدينا نقدر نكون كلنا متكاتفين ونعملها عملية في عينيها في الوقت الجاي. وجينا لنهاية حلقتنا اليوم في برنامجنا يا رب ارحم. يا رب تكونوا استمتعتوا بكل حالة عرضناها معاكم النهاردة، بالفرح الجميل والابتسامة اللي ظهرت وملت قلوب إخواتنا وأسرة بتول، وأيضا حالة عم منير اللي محتاجة عملية في رجليه عشان يقدر يقوم ويتسند ويقف مرة تاني ويمشي عليها ويقدر يكون بيشتغل ويعول أسرته. دايما برنامج يا رب ارحم جواكم، اوعوا تنسوه. عايزين نقول لكم احنا بنحبكم جدا، وإلى اللقاء في حلقات قادمة من برنامجكم المحبوب يا رب ارحم كريليسون، وأيضا على شاشتكم المحبوبة قناة الطريق في العالم كله. تصبح على خير، وكله للخير. غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة، غلابة وظروفنا ماشية ضدنا، غلابة قلابة، الدنيا غربة معتنا قلابة. ارحمنا يا رب يا رب ارحم، يا صاع الرب يا رب ارحم. وعدوني اخواتي وما تخلوا، ساعدوني ومجدي يا صاع علوا، سندوني وبايدين بتشجع، كانوا طلباتي استجابة. كتير طرق وسط الحياة تاهوا فيها.